بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الدرس العاشر من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ العمريدي رحمه الله تعالى فصل المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تغرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم ومنك والقدر سوينك قال منجزم بقول من مع منجزم بعده منجزم لكن كهندات لنسبه انكسر وغير مصروف بفضحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونسبه وجره بالياء عريف وكالمثنى الجمع في نسب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانسبن بالأليف والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانسبن بالأليف وانسبن أحد مجرمية سوانسبن وانسبن سنجمين نسخة كلام وانسبن بالألف وانسبن بيرسان بالمتن أنا أفير وانسبن بالألف وانسبن بالألف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عشر كتابنا كتابك الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى ونرب الله منا يا عشر كاتبنا فصل المعربات مركا دور مسألة كفهم كو هرت النحو ذا وحي كهذا الشباب واللي مسألة الإعراب والبناء أواخر الكلم بكاشة كلمة آخر إعرابا أو بناء كلمة آخر كذا ما معربة ما الإعراب مسوى الله بناء آخر الكلم إن وسط الأحناف مركي أنه لغة المثل والجهة والقصد وسط الأحن علم بقواعد يعرف بها أواخر الكلم إعرابا أو بناء نحو ذا نبغى يتعرف وحيك هذا الشاب وإعراب يبنى مركا هل كذا مسألة ذكر بعض الحديث نحو وحيك هذا الشاب وكلمة آخر كذا ما لا إعراب يسوى الله بناين لب إعراب يبنى وح أصل نحو مركي لجو إعراب يبنى نحو مركي لجو وح أصل الإعراب صوت اسمي لقتي سوين ومعر اسمي فعلي حرفنا اسمي وشرف بضل مركا صادرت ما كتبت النحو ذا قال إعراب لغو مقعب مغن اللبيب عن كتب الأعاريب وبحي ملحط الإعراب سمعت ملحط الإعراب مركا إعراب كواب قصد كالنحو ذا لابو وحلا إعراب واللابا السيدة وحلا إعراب واللابا والاسم أسالم من شبه الحرف اسمي كان نبت قال حرف وشبهه يا الفعل المضارع الخالي من النونين يا فعل مضارع خالي كالله نون التوكيد يا نون النسو وهلا إعراب والله بطل الاسم أسالم من شبه الحرف اسمي كان نبت قال
حرف وشبه يو الفعل المضارع الخالي من النورين فعل مضارع خالي كعلب النون نون التوكيد يا نون النسو واية طيب اسم الإعراب بالبسط والتفصيل هذه لفافة يولح اسم الإعراب يولح اسم مفرد اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم أسماء الخمسة مثنى لح فعل كمضارع الإعراب هو اللب فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفعال الخمسة لح يا الله يسكت سديد سديد أفرنا حركة على إعراب أفرنا حروف إذا سكان الله يحب المعربات كو الإعراب كلها معربات كدمان تود قد تعرب ولا قد تعرب إلا إعرابا لك يابا يا قد تعرب ولا إعرابي الله قد تعرب ولا إعرابي بالحركات حركوين بلا إعرابي أو مسي حروف 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 تاسو تغرب أدو بالحركات بيقولوا ده تغرب أدو من الحركات بيقولوا ده هاي المعربات كو إلا إعرابا كلها معربات كان لما أنتو قد تعرب وحال إعرابي بالحركات حركوين بلا إعرابي أو حروف أما حروف حروف تاسو تقرب أدو من الحركات بأدو ذهي مارك وحال إعراب غار حركة الإعراب وأفر غار حروف وأفر أفر يا أفر سيدين بس المعربات كو إلا إعرابا كلها معربات كان لما أنتو كلها معربات كان لما أنتو قد تعرب وحال إعرابي بالحركات حركوين با قبل إعرابي قسمه أو أما سي حروف حروف بلا إعراب حروف تاسو تغرب أدو يي أدو ذه أو أما سي حروف 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 تاسو تغرب أدو من الحركات المعربات كو إلا إعراب كلها معربات كان لما أنتو قد تعرب وحال إعراب بالحركات حركوين وقسم منه قيب يذا كمل قسم قيب ومنها معربات كي كمل أو مس حروف حروف بلا إعراب حروف تاسو تغرب أدو من الحركات حركوين كود فأول القسمين لبلا قيب كهرة لبلا قيب يهري حركات كي حروف كحركات كالإعراب كحروف تالعراكي هري كحركات فأول القسمين لبلا قيب كهرة ومنها معربات كي كمدة أربع نفر وي وهي أفرت على تيتي وهي مرت صامرت ترفعين لوجود بضم بضمة ضمة لوجود فأول القسمين لبلا قيب كهرة منها معربات كي حال كمدة أربع نفر وي وهي أفرت على تيتي وهي مرت مرت ترفع حال لوجود بضم بضمة ضمة فرهد وحو كبير معربات كي الله بوي قيب حركة الإعراب قيب الحروف سوما قيب تحركة الإعراب وحول الضمك ما اللي هو كاغ ضم ما يقيد دقجر اسم مفرد جمع تكسير جمع معنى سالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء جاء زيد ورجال ومسلمات يضرب سوما وحا حركة الإعراب وحول الضمات ما اللي هو كاغ حول الضم ما يقيد هاي اسم مفرد جمع تكسير جمع المؤنث السالم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء فأول القسمين لبلا قيب كهر ومنها معربات كي كمد وكي حركة الإعراب هي أربع أفر أربع ضرورة شعر أربع أفر وهي أفرت على تيتي وهي مرت صومرت ترفع يد الوجد ترفع قد ترفع علماء غير بقدر مركب الحالين ترفع قد ترفع حال الوجد بضمة ضم بضم لو تسمح نوف و بضمة شعر كدرتي وين بضمة وحلا طبعا لصوت فأول القسمين اللي بلا قيب كور ومنها من المعربات معربات كي كمل أربع أفروي وهي أفرت على تيتي وي مرض مرت ترفع حال وقضاي بضم بضمة ضم وكل ما أي الذي كي دمانتي قد ارتفع قدمي بضمة ضم كقدمي فنسبه كان نسب ديسو بالفتح فتح لغو نسب مطلقا كلقا إسلام يقوى دعايا فيرا
halkaana ogow hadda fiir halkan istitnaa aad baa jir meeshaan la soo waxa xarako la iclaabo afar soo ma ahayn xoolada ma ahayn soo ma waa midu ajnuubigu dhihi jiray waa kulluha turfacu bidam afarta wadamaa lagu gadaa waxbaa ka soo reer waa tunsawu bilfadxu dhihi jiray maxaa laga soo reer ma garanaysa jamcu lmuanath isaan wuxuu dhihi jiray watuqfadu bilkasrati kasra lagu hoosteeya watuqfadu horta haddii la yidhi ficil xagga dhigba horta maxaa soo haray ism ismigaana waxaa laga soo reebihe ismi alaysar watujzama bisukuun markii la yidhina ismi oo dhan horta saar maxaa soo haray ficil mudaari waxaa laga soo reebi jiray isagana ficil mudaari almuctalu laakhir kii buu rabaa inuu kuusho marka damo waa lagu wada godaa waxbaha ka soo reebi waa kulluhaa madkuuraadkaa dhammaanta xarakada la iraabo qad irtafaca waa godmay bidammatin damu ku godmo wa kullu maa shay dhammaantii qad irtafacda wa kullu maa maada ayiladii baad ka dhigay hadda mawsuulo wa kullu maa ayiladii kii dhammaantii qad irtafaca godmay bidammatin dama ku godmay waa afartoodaba dama lagu goday waxbaa ka soo reebay fa nasbuhu kaa nasbintiisu fa nasbuhu maagaa nasbintiisa maa qad irtafaca bidama way hadogo fa nasbuhu kaa nasbintiisu bilfadxi fadxa lagu nasbiyo yaqacu waa dhacay mudlaqan kala qaaisla mudlaqan taa uma daynaysa aad wuxuu ku leeyahay fadxa lagu wada nasbina afartood yaa ka baxay laakiin jamcu lmuanath isaal wa kullu maa ayiladii kii dhammaantii qad irtafaca godmay bidammatin dama ku godmay fa nasbuhu kaa nasbintiisu bilfadxi fadxa lagu nasbiyo yaqacu waa dhacay mudlaqan kala qaaislaan wa khafdu lismi ismigii hoos dhigiddiis waaya oo minhu maa bidammatin qad irtafaca baad u celin damiirkaa iska fiirad wa khafdu lismi ismi hoos dhigiddii ismi hoos dhigiddii buu ka cabiray soo maarka haddii lay wa kulluhaa tukfadu bilkasra dhammaan kasra lagu hoos dhiga ficil ma soo gala may walaa khafda fiiha fi lafcaal horaad usoo qaad waa khafdu lismi ismi hoos dhigiddii ismigaasoo minhumaa bidammatin qad irtafac kuwii dambe lagu goday ah ultuzima waa loo laazimiyey ismiga bilkasri kasraa loo laazimiyey wa khafdu lismi ismi hoos dhigiddii ismigaasoo minhumaa bidammatin qad irtafac kuwii dambe ku godmay ultuzima waxaa loo laazimiyey ismigaa bilkasri hoos dhig walficlu ficil walficlu ficil ficilkaasoo minhumaa bidammatin qad irtafac walficlu haddii leeyay ismi baxwi mogta walficlu ficil ficilkaasoo walficlu duuna alismi buu ku yiri sharafeh duuna alismi ismi kuma jiro duuna alismi ismi ka soo reeb duuna alismi ismi sokodi ismi ka reeb walficlu ficil ficilkaasoo minhumaa bidammatin qad irtafac kii rafca ku godmay ah munjazamun munjazimun munjazamun haddaad dhahna ismi mafcuul baad munjazamun waxaa lagu jazmiyey iyo munjazimun wuxuu ku jazmoobay bisukuuni sukuun munjazamun haddaad dhaha waxaa lagu jazmiyey ismi mafcuul waa ismiga mafcuul iyo ismiga faacil markay kulmaan suura ahaan fiiri had ismiga faacil iyo ismiga mafcuul suura ahaan markay kulmaan faacil caynka xarakadiisu xaggay jirtaa faacil oo soo mafcuulna xarakadiisu xaggay jirta kor ismiga faacil ismiga mafcuul markay suura ahaan kulmaan midka hoos dhigan ismi faacil midka kor dhiganna ism mukrim mukram qoraal ahaan waa isku mid soo ma mid kasta waa miim kaafra miim mundaliq mundalaq marka mukrim maxaa dii ka hoos jira ismi faacil mukrim kii wax karaamayna mukramna kii la karaamayna meel dheer baha musannif musannaf musannif kee noqonaya waa ismigii faacil hoos buu jiraa soo maar waa sheekha kitaabka qoray musannafna muallif muallaf muallif waa sheekh muallafna weligaa marka halkaas ku ogo midka hoos jira ismi faacil uusan xusuus
فاعل صوصما اسم مفعوله مركي صورته وساء كلمان حركه هوسها اسم فاعل حركه سرده مدرس 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 معلك هو اقرا حركه هوسها ساء ولص وخافض الاسم اسم وزريد اسم ياسو منهما بضمة قد ارتفع كي رفع كوكود مي حقي سكا التزم وحلو لازمية بالكسر حصرك والفعل فعل اسم كبجرها ومنهما بضمة قد ارتفع كي رفع كوكود مي حقي سكا هذا منجزم وحلو جزمية بالسكون الرب لكن كهندات واستثناءات وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء أجنبي مقرن حال كيو لكن لو نقي كهندات مثل هندات هندات يوحي لمدة انكسر وهوس لك ميل نسبه كردي دي سيبا هوس لك عصر نقضي لكن كهندات هندات يوحي لمدة مثل هندات لنسبه نسب انتي صدرت يدعيو انكسر وهوس لك مرة انكسر الله كبالله لكن لو نقي كهندات مثل هندات هندات وكلا انكسر وهوس لك من هندات لنسبه لأجل النسب نسب انتي صدرت حالة النسب مركوجو راية المسلمات خلق الله السماوات راية الهندات جمع ما نصر حقيقة بحيطان وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتح سماهن وتنصب بالفتحة تدا سكبة أفرت وفتحة لوكر ديابلي ما يوحدي إلا جمع المؤنث السالم فنسبه نسب تسوه ينصب بالكسر إساك لكن لو نقول كهندات مثل هندات هندات وكرة لكن كهندات مثل هندات هندات وكرة انكسر وحوص لنسبه نسب تصدرت لكن كهندات مثل هندات هندات يوحي لمدة لنسبه نسب تصدرت لا ينكسر وحوص اما انكسر وحوص لنسبه لأجل نسبه نسب تصدرت وغير مصروف كي لسرفي غيرك محاصب كي على الصرف الصرف اللغة وقدين حاجة لكن نحو ما حير ربط هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسر واسمي انا اقبلن هو اسم على ينصرف وحاول نقضه اسم قارهان مفرد يا جمع تكسير فقط وغير مصروف كي لجدي غير وكي ان قدومي ما لا ينصرف كان يجر والله حصري ابي فضحه فضحه لو حصري قد سومالها وحاسكسل وغير مصروف ما لا ينصرف كي بعدين بلر اذا صار داون بحيث وغير مصروف كي لجدنا غير كي ان قدوم وغير مصروف ما لا ينصرف كي مع الغرض مهمد مهمد وغير مصروف ما لا ينصرف كي يجر وحلق وصري بفضحة فضحة مررت بأحمد مررت بمساجد طيب وكل فعل فعل كاس فعل كاس وكان هذا معتلا جرا جزم وحلق جزمي بحذف حرف علة حرف علة قوينتيسا كما علم السيد اللي سوق هذا سابقا هري ومما تقدم وحنا وصل يدعو سماهن لم يدعو حرف علة منتور يرمي لم يرمي يخشى لم يخشى ولم يخشى إلا الله وكل فعل فعل لما أنت وكان هذا معتلا من جرهن بأن كان آخره حرف علة حرف علة ودمه يألفية جزم ولا جزمية فعل كان معتلك بحذف حرف علة حرف علة قوينتيسا كما علم السيد اللوغة وكل فعل فعل لما أنت فعل كاسو كان هذا معتلا مجرا جزم ولا جزمية بحذف حرف علة حرف علة قوينتيسا كما علم السيد اللوغة وكل ما شيء لما انت قد ارتفع قدم بضمه ضمك قدم فالنسب كان نسب انتس بالفتح فتح له النسب يقع وانا نسبها مطلقا كلقى اسلام وخفض الاسم اسم يوسري ديس اسم ياسو منهما بضمه قد ارتفع ك
kuwii rafcaha lagu goday ka mid ahaaday ultuzima waxaa loo laazimiyey ismiga bilkasri hoosdhig waalficlu ficilkii ficilkii mudaaric weyn oo minhumaa bidamatin qad irtafac kuwii rafca ku godmay ka mid ahaaday ma xaggiisa ka aaday munjazamun waa la jazmiyey ficilka bisukuuni reeb lam yadrib laakiin lagu noqoyo wakharaja can dalikadii wey laakiin lagu noqoyo ka hindaatin mila hindaatin hindaad iyo wixii la mid ah hindaad muslimaad mu'minaad inkasara waa hoos dhigmay hindaad linasbihi nasbintiisa darteed laakiin ka hindaatin mila hindaatin hindaad iyo wixii la mid a inkasara waa hoos dhigmay linasbihi nasbintiisa darteed wakayru masruufin maalaan sarif wakayru masruufin maalaa yansarifki yujaru waa la jaraayaa wakayru masruufin maalaa yansarifki kii aan gegadoomayn waa maalaa yansarifki yujaru waa la jaraayaa bifadxatin fadxa lagu jarahaya maratu biaxmada xaggee ka baxday xaggee ka baxay watukfadu bilkasra afartaba kasra lagu hoos dhigi horta ficil baxba baawulkhafda haddii lasha ismina maxaa baxay maalaa yansarif isaga ha fadxa hoos dhigiisu isagu waa fadxa wakayru masruufin ismihi maalaa yansarifka yujaru waa la jari bifadxatin kordhi wa kullu ficilin ficil dhammaantii ficilkaasoo kaana aaday muctalan mid buka juzima waxaa lagu jazmiyey bixadfi xarfi cilatin xarfi cilaha goyntiis kamaa culima sida la ogaaday anta halkaas aan ku simeyna والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت